السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل صوص الكراميل بالمقادير. معانا كوب لبن، كوب سكر، معلقة ونص زبدة، معلقة لبن على معلقة نشا. ودلوقتي هنشوف المقادير مع بعض نعملها ازاي. دلوقتي احنا هنحط السكر على نار هادية، وعشان السكر ما يتحرقش مني هحط معلقه ميه. ابتدى هو ياخد لون، هبتدي بقى احط الزبده. هبتدي اضيف اللبن حبه حبه. هبتدي اللبن كده عشان ما يكلكعش مني. انا دلوقتي هبتدي احط له معلقه النشا على اللبن. وعلى طول في الاستمرار التقليب هو كده جاهز اهو، ابتدى يبقى ده. انا هبتدي بقى احط له رشه ملح بس عشان تعادل السكر، اللي مش حابب خلاص مش مشكله. هو خلاص كده جاهز اهو، هطفى عليه. دلوقتي هو جاهز معانا اهو. طبعا هو لما يبرد هيكمل عن كده، ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة.